بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. Study conducting the normal frequency distribution, normal frequency distribution, plasma sodium concentration. لقينا المين، المين 1.41 ملي equivalent per liter. المين الستاندرد ديفيشن 3.2. إخوانا إيش يعني الستاندرد ديفيشن 3.2؟ يعني في أنا عندي هالحين، اتخيل شغلة معينة، لقينا المين شغلة، أي شغلة معينة، لقينا المين 100، المين بده يساوي 100. أنا بقول مثلا المين بده يساوي 100. إذا كان الستاندرد ديفيشن 30، إذا كان الستاندرد ديفيشن 30، هلقيت إيش بتقول؟ بتقول نسبة الناس، يعني اعتبر يا أخواننا المين للسكر، المين للسكر بده يساوي 100، والستاندرد ديفيشن، الستاندرد ديفيشن بده يساوي 30. ايش بتقول؟ بتقول البرسنتج للناس اللي السكر تبعهم من 130 الى 70 بده يساوي 66. ايش سويت انت؟ المية هادي، المية هادي جمعتها بتلاتين اعطتني 130، ونقصتها بتلاتين اعطتني 70. فنسبة الناس اللي السكر تبعهم من 130 لـ70 66%، هذا اللي بنسميه 1 standard deviation. طيب ايش هو ال 2 standard deviation؟ ال 130 هذه بدي اجمعها كمان مرة بـ30، وال 70 بدي انقصها كمان مرة بـ30، فحتصير البرسنتج، نسبة الناس اللي السكر من 160 الى 40، من 160 الى 40 نسبة الناس 95%. ليش؟ لانه ال 2 ستاندرد ديفيشن النسبة 95%. لو كمان بدك تجمع هذه، تجمعها ب 30 وهذه تطرحها كمان مرة ب 30 وتقول لي البرسنتج تبعت الناس اللي نسبة السكر من 190 الى 10، يعني الناس اللي السكر تبعهم نسبته من 10 ل 190 تقريبا 99%، وهذا اللي بنسميه ثيرد ستاندرد ديفيشن. يعني لو انا فحصت 100 شخص، 99% حتلاقي النتائج من 190 ل 10، من 190. هذا يا اخواننا اللي بنسميه ستاندرد ديفيشن. فالفيرست ستاندرد ديفيشن، الفيرست ايش يعني فيرست ستاندرد ديفيشن؟ يعني المين بدك تجمع وتطرح مرة. طب السكند ستاندرد ديفيشن، المين بدك تجمع وتطرح مرتين. الفيرست ستاندرد ديفيشن النسبة 66%، السكند ستاندرد ديفيشن النسبة 95%. قال لي هنا المين تبع الصوديوم كونسنتريشن 141 ملي إكويفيلانت بير ليتر، الستاندرد ديفيشن قال لي بده يساوي 3.2. طيب 3.2 بدي البرسنتج، إذا بدي البرسنتج تبعت الناس
اللي بتكون بين 134.6 وبين 147.4. قديش نسبة الناس اللي قيمهم اللي راح تكون من 134 إلى 147؟ يا إخواننا يا إخواننا، هالحين هذه 141، عشان تعمل 1 ستاندرد ديفيشن بدك تجمع 141 3 زائد 3.2 وتنقص 141 ب 3.2، يعني 141 لما تجمعها ب 3.2 ايش راح تكون؟ 144.2، صح؟ تمام. طب لو بدك تنقصها من 3.2 حتكون 138.2، 138.2. اذا هذا يا اخواننا القيمه، يعني هذا بنسميه 1 ستاندرد ديفيشن، لانك جمعت وطرحت مره واحده، جمعت وطرحت مره واحده. فانه نسبه الناس، ايش يعني يا اخواننا هذا الكلام؟ انه لما انت تعمل 1 ستاندرد ديفيشن فانه البرسنتج تبعت الناس 66%، اي انه 66% من الناس حيكون تركيز الصوديوم من 138.2 الى 144.2. يعني لو جبت 100 شخص وفحص الصوديوم تبعهم حتلاقي 66% تتراوح القيمة من 138 ل 144.2. هذا 1 ستاندرد ديفيشن. طيب اعمل كمان ستاندرد ديفيشن، اعمل كمان ستاندرد ديفيشن. ايش يعني اعمل كمان ستاندرد ديفيشن؟ هذا الرقم نقصه ب 3.2 وهذا الرقم زوده ب 3.2، كأنه هذا الرقم اعملت زودته ب 3.2 مرتين ونقصته ب 3.2 مرتين، يعني 2 ستاندرد ديفيشن. فال 138.2 لما بدك تنقصها من 3.2 حتصير 100 اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، 135، لا 134. طيب لما هذا يا اخوانا بدك تزوده ب 3.2 هتصير 147. انا عارف هنا 4. طيب الان يا اخوانا وهنا 6، انا عارف يعني بس تمام. الان هلقيت هذا يا اخواننا 2 ستاندرد ديفيشن وهنا يمثل 95%، يعني نسبة الناس اللي تركيز الصوديوم راح يطلع عندهم بين 134.6 وال 147.4 نسبة الناس 95%. طيب هالحين ايش بقول لك في السؤال؟ بقول لي نسبة الناس اللي قيمهم حتطلع بين فترة 134.6 و 147.4 نسبتهم 95%، لأنه أنا أخذت 2 standard deviation. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوانا يلي بده عصير ليمون، العصير ليمون زاكي. خاصة لما يكون ساقع، يا سلام يا سلام يا سلام. حتى ما ضيتش أسوي نص كافيه، تخيلوا عبد الرازق ما يسويش نص كافيه، عارفين يعني تكتب في التاريخ. طيب النيوميراس كروس سيكشن استدي يا اخوانا، ايش يعني كروس سيكشن استدي؟ كروس سيكشن استدي انه انت دقيقة يا اخوانا، بس في واحد بطبل على الباب.
شو بعد اللي فيا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يا اخوانا ايش يعني كروس سيكشن؟ الكروس سيكشن انه بدنا نقيس مثلا بدنا نشوف قديش المجتمع في هذه النقطه في هذا الزمن عندهم مثلا ميلانوما، عندهم مثلا لان كانسر، تمام؟ يعني قديش نسبه المجتمع اللي عندهم مثلا اللي عندهم مثلا لان كانسر مثلا. هذا يا اخواننا الكروس سيكشن ان ذا ديفرنت بوبيول. طبعا بتقدر في الكروس سيكشن تقارن بين مجتمعات، والله المجتمع تبعنا عنده لان كانسر كذا، المجتمع تبعكم عنده لان كانسر كذا. شو سيجنيفيكانت ريليشن شيب بتوين ذا يوز اوف تينينج بيد تانينج بيد اند ديفلوب اوف ميلانوما. التانين بيج يعني بدهم يشوفوا العلاقة بين استخدام التانين بيد والميلانوما. لقينا الأودز ريشيو 3.2 و 7.1. النمبر of the hours of tanning bed use was highly correlation with increased size of the number. This طلع ايش قال لك؟ النمبر اوف ديس بلاستيك نيفي. يا اخوانا قال لك الديس بلاستيك نيفي، الديس بلاستيك نيفي بتختلف عن الميلانوما. الديس بلاستيك نيفي ممكن تعمل لك ميلانوما، ممكن الديس بلاستيك نيفي تعمل لك طبعا ميلانوما بس مش شرط. يعني يا اخوانا بدنا نشوف انه اللي بيشتغلوا في دباغة الجلود وقضية الميلانوما، فلقينا انه في هايلي كوريليشن مع اللي بيشتغلوا في دباغة الجلود، دباغة الجلود والديسبلاستيك نيفي. الديسبلاستيك نيفي زي هيك يا اخوانا، هي بتشبه الميلانوما بس مش كانسر، زي هيك مش كانسر يا اخوانا، هي بتشبه زي هيك بس مش ميلانوما. Which of the following is greatest limitation causative from this study? Temporal sequence of the event. والله يا اخوانا انا بصراحة هذا السؤال ما انا فاهمه كويس، خلينا نفط عنه مش مشكلة.
طيب في حاجة أخوانا بنسميها الميجور ديبريسيف ديسوردر. إيش هي الميجور ديبريسيف ديسوردر؟ أعتقد أنا حطيت رسمة. بس أبصروا هنا. الميجور هي. إيش هي إخوانا؟ إيش يعني ميجور ديبريسيف ديسوردر؟ إنه بيكون عند الشخص عنده فيلينج ديبريشن، ديسفونيا، أنهيدونيا، ممكن يا إخوانا يصير عنده لوس للأبيتايت أو إنكريز الأبيتايت، فتلاقي الوزن بيزيد أو الوزن بيقل، ممكن تلاقيه بينام كتير أو مش عارف ينام، ممكن تلاقيه نشيط كتير أو مش نشيط كتير، بتلاقي دغري بتعب، الإنرجي تبعته قليلة، بتلاقيه يا إخوانا صار يصحى في معاد هو الأصل. يعني مثلا الأصل هو دايما كان يصحى على 7، صار مع القلق يصحى على 5، صار مع ممكن يكون عنده سوسايد ايديال. طيب هالحين هدول ايش يعني اخواننا الميجور ديبريسور ديسوردر؟ الميجور الميجور ديبريسور ديسوردر انه بتكون اعراض متعلقة في الحالة المزاجية، يعني بيكون مثلا حالته المزاجية سيئة، أعراض متعلقة بالتفكير، بصير عنده تفكير سلبي، بصير يفكر كتير بسلبية، في الرغبة، كان قبل مثلا يحب يستمتع يلعب كورة، هلقيت رغبته للعبة الكورة قلت، استمتاعه بلعبة الكورة قلت، صار يا إخواننا يتعب دغري، بيعمل أي مجهود دغري بتعب، صار يا إخواننا يلوم حاله بشكل كبير بشكل كبير، ده عنده يا إخواننا أفكار خاطئة، قلت المتعة وقلت الرغبة، عنده مشكلة بالتركيز، عنده مشكلة بالتفكير السلبي. هذا يا إخواننا بنسميه الميجور ديبريسور ديسوردر. ديكريز إنرجي، إنكريز أو ديكريز لسليب، ممكن تلاقيه بينام كتير أو ما بينام كتير. عنده مثلا الأكل، ممكن تلاقيه بياكل كتير أو ما بياكل كتير، ما بيحافظ على رشاقته، ما بيحافظ على جسمه، ممكن يكون عنده سوسايد اتمشن. هذا الميجور ديبريسور ديسوردر. اطلعوا نيجي على فيميل عمرها 18 سنة، 3 أشهر عندها فتيك، تعب، هيدك، ويت لوس، difficult concentrated، تمام، difficult concentrated في السكول وورك، ما جتش على حرم الجامعة أو سكن الجامعة لأشهر، ما جتش، هي كانت تلعب تنس بس بطلت عندها الرغبة والقدرة تلعب تنس، ما عندهاش طاقة، فقدت الشغف للرياضة، ليش طلع؟ لأنه طلعت يا إخواننا من انفصال. طلع إيش بقول لك، she notes، يعني ليش صارت عندها الميجور ديبريسور ديسوردر؟ الميجور ديبريسور ديسوردر يا اخوانا صارت تشوف حالها ملهاش لازمة. طب ليش؟ لانه بروك اوف هير لونج ديستانت ريليشن شيب وذ هير بوي فريند، تمام، يعني انفصلت. هذا الانفصال هو اللي سبب عندها الميجور ديبريسور ديسوردر.
فهي كانت تبكي وتحس وتقول أنا بشعر حالي وحيدة، محبطة محبطة ومش قادر تقدم الامتحان الأخير الفاينل إكزام. هي صارت تشرب كحول عشان تقدر تنام، لأنه ما بتقدر تنام، لكن ما بتتعاطى يعني أدوية غير مشروعة. هي ضعيفة، خسرت وزن، هي ساد. إيش أو which of the following is the most appropriate initial response by physician؟ initial response by physician. الآن يا إخواننا، هذه البنت عمرها 18 سنة انفصلت عن البوي فريند تبعها، فصار عندها حاجة بنسميها ميجور ديبريسور ديسوردر. صارت إيش يعني ميجور ديبريسور ديسوردر؟ صارت تحس حالها يا إخواننا وحيدة، ملهاش لازمة، تجيها أفكار سلبية كتير، مزاجها دايما معكر، خسرت وزنها، ما بتعرف تنام، حياتها مضطربة جدا جدا، حياتها مضطربة، حياتها الجامعية مضطربة، حياتها الدراسية مضطربة، عندها خوف، عندها قلق، عندها ارتباك، هي حزينة جدا، بتحس حالها ملهاش لازمة. هذا ناتج. طيب هلقيت الفيزيشن ايش بدي يقول لها؟ بدي يقول لها على الرغم انه هذه فترة صعبة، انه هذه فترة صعبة كتير، وانا يعني بأيدك انه هذا فترة صعبة كتير، وانت صعب جدا تقدر تتعاملي بالشكل المناسب وتقدر تتكيفي مع الفترة هاي، لانه صار بروك اوف للبوي فريند تبعك، لكن انت مش حاسة قديش انت بتأذي نفسك، لانه ممكن يا اخوانا هذه البنت بعد كده تعمل سوسايد، تحاول تعمل سوسايد. يعني يا اخوانا الفيزيشن بده يعترف لها انه هي في وضع صعب، صعب تتكيف معاه، صعب تتعامل معاه، لكن هي مش عارفة انه هي قديش بتأذي حالها لو بدها تضلها هيك. لانه لو بدها تضلها هيك الاشي بتطور، وكل ما الاشي بتطور بيكون صعب علاجه. هو يا اخوانا انا في النفسية مش كتير يعني. تمام. ومن عمرها 40 سنة اجتك على الفيزيشن عشان هي خايفة من بريست كانسر، عندها 2 children، واحد 8 سنوات وواحد 10 سنوات، المناركة اجتها على عمر 13، المناركة يعني المنستوال بيريود، إلها سنة اجت صارت مينوبوز إلها سنة. في الفاميلي هيستوري لقينا صارت تصيح وتحكي أمها داي من بريست كانسر على عمر 52 سنة، فهي خايفة يكون عندها بريست كانسر، هي وهي بتبكي خايفة يكون عندها بريست كانسر. طيب يعني هي جايت لك على العيادة وبتقول لك يا دكتور أنا خايفة يكون عندي بريست كانسر، عشان كده أنا أجيت لك، هذا السبب اللي خلاها تيجي على العيادة. أنت كفيزيشن إيش بدك تسوي؟ أول إشي بدك تقول لها tell me why you think may have breast cancer، باختصار شديد. يعني واحد بيجي لك على العيادة بقول لك يا دكتور يعني ما في أي abnormality عليه، ما في أي مشاكل، لكن عشان أبوه مات بجلطة بيجي لك وبقول لك يا دكتور
أنا خايف أموت بجلطة. أنت أول سؤال بتسأله Tell me why you think you may have a breast cancer أو أنه بدك تموت بجلطة. ليش؟ تمام. شخص عمره 55 سنة أجالك على الفيزيشن لأنه عنده كاف وتشيست بين. هو سموكر لـ30 سنة. الإكس راي عنده 3 سنتي ماس في الرايت لور لوب أوف ذا لانك. It's most appropriate for physician to begin to communicate X-ray. طيب الحين أنا لقيت ماس على الرايت لور لوب أوف ذا لانك. أنت كفيزيشن إيش بدك تقول لأهله أو إيش بدك تقول للمريض؟ بدك تقول أنا خايف لأنه عندي أخبار سيئة، لكن في الإكس راي تبعي لقيت شوية أبنورماليتي in your lung that concern me. يعني أنا خايف، عندي أخبار سيئة لأنه في الإكس راي لقيت أبنورماليتي في اللانج وهذا اللي خلاني قلق. وهذا ما هو بنفعش تقوله يا أخوانا أنت كويس، بنفعش. أنت لقيت ماس في اللانج بدك تقوله، بنفعش تقوله أنت كويس. شخص عمره 65 سنة أجا من إيران، وومن أجت من إيران على الفيزيشن وهي وأختها، هي إيش وأختها، لأنه هذه الفيميل عندها أبدومينال بين. هي ما بتقدر تتكلم إنجليزي، لكن هير دوثر كان سبيك إنجليش، كان سبيك إنجليش. They brought report from endoscope clinic that show gastritis. هلقيتي، يعني لقينا عندها gastritis. طيب اذا لما بالاندوسكوب لقينا عند هذه الفيميل اللي عمرها 65 سنة اللي جاي من ايران لقينا عندها gastritis، اختها بتعرف تتكلم انجليزي، تمام. It's the most appropriate for physician عشان يتواصل to communicate that findings، يعني عشان يتواصل ويقول للبنت ايش لاقى عندها وعشان يعطيها treatment. ايش افضل طريقة، يعني ايش افضل طريقة للفيزيشن عشان يقدر يتواصل مع هذه البنت؟ هل اختها لا يا اخوانا، اختها بتقدر تتكلم انجليزي لكن ايش يفهمها في مصطلحات الطب؟ ما بتقدر تفهم يعني ايش يفهمها اورطه، ما بتقدر تفهم. يعني انا كدكتور اجنبي حقول لها الاورطه، طب هي ايش يفهمها؟ مش راح تقدر تفهم. عشان كده افضل طريقه انه الفيزيشن يتواصل مع هذه الفيميل انه يجيب بروفيشنال ترانسليتور يشرح للمريضه المعلومات، يشرح المعلومات للبيشنت. أفضل طريقة بروفيشنال ترانسليتور، لأنه البنت تمام تتكلم إنجليزي بس إيش يفهمها؟ الآن إخواننا أنا هذا السؤال ما بدي أدخل وأفصل كتير فيه، لكن باختصار شديد اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. أنا عندي جينيتال هيربس، كنت أعالجه بدواء إكس أو بدواء إكس، خليه بدواء إكس، كنت أعالجه، كان يستمر العلاج 4 أيام ونص. جيب الدواء جديد، هذا الدواء عبارة عن إيه؟ صار يستمر العلاج 4 أيام. طيب الآن بالإحصاء في اختلاف،
بالإحصاء 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 في اختلاف، لكن كلينيكالي فيش اختلاف. يعني شخص عنده هيربس كنت أعالجه بدواء كان يقعد مدة العلاج 4 أيام ونص، هل في داعي أختار دواء جديد رح يقعد مدة العلاج 4 أيام؟ طب أوكي إحصائيا يعني بالإحصاء بالحسابات بالأرقام في اختلاف، 4 أيام ونص وأربع أيام في اختلاف 12 ساعة، لكن كلينيكالي وعلى مستوى الحياة العملية ما في اختلاف، ما في اختلاف، ما في داعي للدواء الجديد، ما في داعي إطلاقا. تمام؟ إذن في الكلينيكالي ما في اختلاف، ما في ديفرنس، لكن إحصائيا في اختلاف. لما هانا قال إحصائيا ما في اختلاف الإجابة غلط، عشان كده ما علمش عليها، لكن لو شال كلمة نط لصارت الإجابة صح، لصارت الإجابة صح. المهم recent clinical trial compare drug X to standard treatment. standard treatment يعني الدواء اللي كنت أستخدمه زمان، لا symptomatic herpes. 10,000 شخص للجينيتال هيربكس أعطيته دراج إكس، في منهم أعطيتهم دراج إي وفي منهم أعطيتهم الستاندر. 10,000 اللي مصابين بالهيربس بشكل راندوم، في منهم أعطيتهم دراج إي وفي منهم كانوا الستاندر. The duration of the symptom in the patient who received drug X, drug A كانت 4 أيام، أما الستاندرد كانت 4 أيام ونص. Based on the study result, which of the following most accurate recommended بالحياة العملية؟ إنه ما في اختلاف كلينيكالي، ما في اختلاف 4 أيام و4 أيام ونص، ما في اختلاف كلينيكالي، فما في داعي لهذا الدواء الجديد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أحلى إيش الليمون؟ الليمون يا أخوانا زاكي. إيش بقول لك عن الليمون؟ الليمون الليمون الليمون. إحنا وين في الليمون؟ إحنا بنكمل شرح. يلا يا أخوانا معلش معلش، ما هو أمي مش في الدار، باخد راحتي. طيب الآن يا أخوانا في أنا عندي إشيريشيا كولاي. أنا يا أخوانا المشكلة بحبش الشرح، يعني كيف بحبش كله علم علم علم، كله قراية. والله انتم معقدين اذا كله قراية. لازم واحد يفرفش يطلع ينزل يعمل طوشة يعني زي هيك. يا اخوانا الاشريشة كولاي الاشري كده رجيت يجي واحد يقول لي انت عندك باي بولر ديسوردر، مرة بتشرح ومرة مش عارف شو، ولا انت عندك الام ام دي. يلا بسم الله يا سيدي. أنا موافق العلاج جيب لي نابلسية أو عربية. إيش نابلسية ولا التنتين؟ التنتين التنتين. أنت كريم وأنا بستاهل، والله ما بستاهل. طيب طب خلاص خلينا نكمل. بسم الله. الإشريشة كولاي يا أخوانا الإشريشة كولاي بتعتمد على الطاقة بطريقتين، إما من الجلوكوز وإما من اللاكتوز. إذا كان الجلوكوز موجود بتستخدم الجلوكوز، ما في داعي لللاكتوز. لكن لما الجلوكوز يكون مش موجود فبتصير الإشريشيا كولاي تعمل جين إكسبريشن للإنزيمات اللي بتشتغل على اللاكتوز عشان تستخدم اللاكتوز كمصدر للطاقة. يا إخوانا سواء جلوكوز أو سواء لاكتوز كلاهما عبارة عن كربوهيدرات، شجر شجر سكر طاقة. تمام؟ طيب في حاجة يا إخوانا بنسميها لاك أوبيرون. لاك أوبيرون يعني معناتها لاكتوز. لاك أوبيرون معناتها إيش؟ لاكتوز
أوبيرون يعني معناتها a group of the gene, يعني a group من الجينات بتحفز لترانسكريبشن لا بتحفز لترانسكريبشن للإنزيمات تبعت اللي بتشتغل على اللاكتوز عشان أحصل على اللاكتوز كمصدر للطاقة. طبعا أنا بتكلم في البكتيريا يعني في هذا طبعا في الإشريشيا كولاي والإنتيرو بكترياسي بشكل عام, بس إحنا هنا موضوعنا على الإشريشيا كولاي. إيش يعني إخواننا لاك أوبيرون؟ أوبيرون يعني مجموعة من الجينات بتحفز الجين إكسبريشن عشان يصنع إنزيمات. هذه الإنزيمات بتشتغل على اللاكتوز عشان تحصل عليه عمصدر للطاقة. الجراف هذا بيورجيني النمو تبع الإشريشيا كولاي. لاحظ نمو الإشريشيا كولاي في ازدياد, نمو الإشريشيا كولاي في ازدياد, في ازدياد. تمام. الميديا تحتوي على جلوكوز ولاكتوز. إيش بقول لي؟ Which of the following is likely explanation for observe لهذا الجراف؟ إيش بقول لي؟ بقول لي لما الجلوكوز يصير إلو depletion بيصير أنا عندي induction للاك أوبيرون. إيش يعني لاك أوبيرون؟ أوبيرون يعني مجموعة من الجينات أو مجموعة من الجروب بتزود الإكسبريشن تبعت الإنزيمات اللي راح تشتغل على اللاكتوز. فلما الجلوكوز يقل فإنه إنزيمات اللاكتوز راح تزيد عشان تستخدم الإشريشيا كولاي اللاكتوز كمصدر للطاقة. عشان كده نمو الإشريشيا كولاي في ازدياد حتى لو الجلوكوز قل, فإنه نمو الإشريشيا كولاي في ازدياد. ليش نمو الإشريشيا كولاي في ازدياد حتى لو الجلوكوز قال؟ لأنه بتصير اللاكتوز أوبيريون يزيد. يا أخوانا أنتوا عارفين المامز فيروس, اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. المامز فيروس يا إخواننا طبعا في الغالب بصيب للتشيلدرين. المامز فيروس ممكن يا إخواننا يروح يعمل انفكشن على البنكرياس, يعمل لك بنكرياتايتس. أعيد, المامز فيروس اللي هو يا إخواننا الأبوداج ممكن يعمل لك بنكرياتايتس, ممكن يعمل لك بنكرياتايتس. طبعا يا اخوانا في انا عندي فاكسين للمامز لكن هذا الشخص ان اميونايز, عمره 10 سنوات, اجالك على الامرجنسي لانه عنده سيفير ابدومينال بين, اعراض بنكرياتايتس, فوميتينج اعراض بنكرياتايتس, عنده فيفر, هيديك, سويلين, بينفول في الجلان في الانتيريور تو ذا هيز اير, اعراض الانفكشن بالمامبس. يعني ايش بقول لك؟ بقول لك قبل اسبوع هذا الشخص كان عنده فيفر, اعراض الانفكشن, هيديك, ارق, وجع, سويلين, بينفول في الجلان في الانتيريور تو ذا هيز اير. تمام. التمبريتشر 38.8, باي لاترال سويلين في الباروتيد جلاند. اول ما يقول لك باي لاترال سويلين للباروتيد جلاند اذا مامز انفكشن, باي لاترال سويلين للباروتيد جلاند مامز انفكشن. طيب صار انا عندي ايبيجاستريك تندرنس وفي الاول بيقول لك سيفير ابدومينال بين, هذه اعراض البنكرياتايتس. يعني هذا الشخص انصاب بمامبز انفكشن قبل اسبوع. كيف عرفت انه انصاب بمامبز انفكشن؟ باي لاترال سويلين للباروتيد جلاند وكان عنده فيفر وهيدك وسويلين بين فول للجلاند. هذا يا اخواننا اعراض المامبز انفكشن, الابو داج. طب كيف عرفت انه صار عنده بعد كده بنكرياتايتس؟ ايبيجاستريك بين,
severe abdominal pain. أهم إشي الأمايليز ارتفع في البلد بشكل طفيف لكن highly increase في الليبيز. الليبيز ارتفع في البلد بشكل كبير. ارتفاع الليبيز في البلد بشكل هايلي بنكرياتيتس. ارتفاع الليبيز في البلد بشكل هايلي بنكرياتيتس. As you know, المام بيعمل لك بنكرياتيتس. ارتفاع البلد ارتفاع الليبيز بنكرياتيتس يا اخوانا. لأنه البنكرياس هي اللي بتفرز الليبيز. البنكرياس هي اللي بتفرز الليبيز. طفل عمره 12 سنة إمرجنسي 30 دقيقة بعد أجعل الإمرجنسي بعد 30 دقيقة بعد ما وقع على لوح التزلج إسكاتي بورد. بورد يعني لوح إسكاتي تزلج. عنده بين في الرايت إلبو. His right forearm will hand cold. إيده الرايت forearm will hand cold يعني فيش دم واصل للإيد للإيد وما في بلس ما في بلس. أنا بتكلم في الفورم آرم. لقينا عند الإلبو سويلين. هذا الشخص صار عنده إفراكشر. وين راح يكون إفراكشر؟ في السوبرا كوندايلا الريجون تبعت الهيوم يا رص. إيش معنى هذا الكلام؟ إخوانا هاي الهيوميرس وهي الألنر ميديالي الريديوس لاترالي. هذا إخوانا السوبرا كوندايلر إفراكشر. لأنه إخوانا هذا عبارة عن السوبرا كوندايلر الإفراكشر يعني حيكون هنا سوبرا كوندايلر إفراكشر للهيوميرس. فلما يكون إفراكشر في الهيوميرس إذن حيكون بين في الإلبو بين في الإلبو وسويلين في الإلبو. هنا يا إخواننا في أنا عندي البريكيال آرتري. فلما يصير إفراكشر ممكن يصير أنا عندي رابتشر للبريكيال آرتري. لاحظ هاي إخواننا هذا البريكيال آرتري هاي هذا. فلما يصير الإفراكشر هنا ممكن يا اخواننا يصير قطع للبريكيال ارتري. فلما يصير قطع للبريكيال ارتري فانه مش راح يجي دم لا للالنر ولا للريديوس. فمش راح تحس البلس هان هانا مش راح تلاقي بلس. وفي ايده في الهاند مش راح تلاقي بلس وراح تلاقي الايد بارد لانه فيش دم واصل لانه ممكن يصير رابتشر للبريكيال ارتري. فحيكون الفراكشر في السوبرا كوندايلر ريجون اوف ذا هيوميرس. يا اخوانا هذا السؤال كله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في حاجه يا اخوانا بنسميها لا اعتقد السؤال تمام. خلينا هذا اسهل بعدها نرجع لهذاك إن شاء الله. في ميل عمرها 64 سنة عندها كرونيك أوبستراكشن بالمونري ديسيز أجت على الإمرجنسي ديبارتمنت بيكوز صار يا أخوانا يصير إلها فينتينج تمام. شي سي هي فيلت لايت هيدك أند ويك أبروكزيمالت 20 ثاني أفتر إبيسود سيفير كافينج. بالضبط هي يا اخواننا هي بعد ما تعمل سيفير كافينج يعني بعد ما تكح بشكل قوي بيصير بعد ما تكح بيصير 20 ثانيه انه تحس بويك وتحس هي فيلت لايت هيدك يعني تحس هيدك وويك وممكن كمان يصير loss of consciousness لما تكح بشكل قوي. طب ليش هجيت حنشوف ان شاء الله. النيز في عندها يا اخواننا نيزل كونجيشن
وثروت إريتيشن لثلاث أيام. هي ما أخذت ميديكيشن. إيش اللي بيخلي عندها يا إخواننا سينكوب؟ إيش اللي بيخلي عندها سينكوب؟ في حاجة يا إخواننا لو أنتوا شايفين فالزالفا من مانوفر. إيش يعني يا إخواننا فالزالفا مانوفر؟ فالزالفا مانوفر إنه أنت تعمل فورست إكسبيريشن لم وكمان يكون كلوزد للجلوتس، بنسميها فالزالفا مانوفر. إخواننا أنتوا ذاكرين لما أنت يكون عندك كونستيبيشن إيش بتسوي؟ بتصير تعمل زي هيك، صح؟ صح ولا لا؟ لما أنت يكون عندك كونستيبيشن، بس أنا مش قادر أمثل الطريقة بشكل قوي، هاي زي هيك، هاي حوارجيكوا إياها. بيصير يا إخواننا أنت تضغط على حالك ويزيد البرشر في الصدر، يصير تعمل امب 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 لانه عندك كونستيبيشن، فبتلاقي انت بيصير عندك اكلوجر للإبيجلوتس وبيزيد البرشر في الثوركس، عشان البرشر في الثوركس يضغط ويصير ديفيكيشن. طيب هالحين طلع هذا الشخص، طبعا هذول يا اخواننا في هذول يا اخواننا تبعون الحديد، تبعون الحديد بيعملوها عشان يشوف قديش صحته قوية. طلع بسكر فمه وبصير يضغط، بصير إيش؟ يضغط على حاله. شايفين كيف ضاغط على حاله؟ شايفين كيف وجهه؟ بصير يضغط، بس أنا مش راح أقدر أسويها طبعا لأنه ما عنديش كونستيبيشن الحمد لله. طيب لا إله إلا الله، نفس الاشي هنا يا اخوانا، شايفين كيف ضاغط على حاله؟ طيب هل جيت يا اخوانا احنا الحالة تبعتنا ايش؟ تقريبا نفس الكلام يعني. طلع هذا مسكر مناخيره، مسكر النوز وضاغط على حاله، تمام؟ مسكر النوز كأنه نفس حالتنا النيزل كونجيشن. مسكر النوز نفس حالتنا يا اخواننا كانه نيزل كونجيشن وبضغط على حاله، تمام؟ طيب هالحين وين المشكله؟ انا حقول لكم ان شاء الله، بس انا كنت حاطط صوره بس مش عارف وينها، دقيقه، لانه هذه الصوره اهم شيء. لا اله الا الله، تعبت عبال ما لقيتها. احلى اشي الحين يا اخواننا لما انت تعمل اكلوجر للإبيجلوتس وتضغط على حالك وتضغط تعمل وتضغط على حالك، بتزود الضغط في الثوركس او بتزود الضغط في الصدر. لما انت يا اخواننا تزود الضغط في الصدر، الضغط بصير يضغط على الفينا كيفا، هذا يا اخواننا السوبيريور فينا كيفا، هذا سوبيريور، هيها سوبيريور فينا كيفا، هيو هذا. بصير يا اخوانا لما انت تضغط على حالك تزود الضغط داخل الصدر، فبصير الضغط يضغط على السوبيريور فينا كيفا. لما بضغط على السوبيريور فينا كيفا تقريبا بسكر السوبيريور فينا كيفا، فلما يسكر السوبيريور فينا كيفا اذا السوبيريور فينا كيفا مش راح يقدر يودي الدم على الرايت اتريوم. ما هو يا اخوانا انت عملت له كومبريشن، لما انت عملت كومبريشن للسوبيريور فينا كيفا اذا الدم مش راح يقدر يروح على الرايت اتريوم، وبالتالي البريلود قل. لما البريلود يا اخوانا قل اذا حيكون الافتر، لما البريلود قل
إذن الدم اللي رايح للرايت آتريوم قليل، الدم اللي رايح للرايت فينتريكل أكيد حيكون قليل، وبالتالي الدم اللي رايح لللنج وصار له الجاس إيجي تشينج ورجع على الليفت آتريوم على الليفت فينتريكل وصار الكارديك أوت بوت حيكون قليل، لأنه البري لود قليل فأكيد الكارديك أوت بوت حيكون قليل. لما الكارديك أوت بوت حيكون قليل إذن الدم اللي رايح للبرين حيكون قليل، لما الدم اللي رايح للبرين حيكون قليل إذن بيصير عند هذا الشخص سينكوب، خاصة يا أخواننا هذه الفيميل عندها برضو مشاكل كرونيك اوبستراكشن بالمونري ديسيز، عندها برضو ايش مشاكل، فايش اللي بيخلي عندها سينكوب؟ انه هي يا اخواننا عندها نيزل كونجيشن، فلما تجح بشكل عنيف كانه زي قضيه الفالزالفا مانوفر، كانه نفس القضيه كانه، صح ولا لا؟ فايش بيصير؟ انكريز ثوراسيك بريشر يؤدي إلى ديكريز الكارديك أوتبوت يؤدي إلى السينكوب. في حاجة إخوانا منسميها الإنكلوجين بادي مايوسايتس، إنكلوجين بادي إنه مايوسايتس مايوسايتس إنفلاميشن، المايو إنفلاميشن في العضلات، إنكلوجين بادي إنه بتلاقي في العضلات تجمع من المسفولدنج بروتين بسميه انكلوجين بادي، تجمع من المسفولدنج بروتين بسميه الانكلوجين بادي، هو عبارة عن ايديوباثيك انفلاميشن للمايوسايت خاصة في الاولدر مان. تمام، لما يصير انت عندك انفلاميشن للمايوسايت بيصير انت عندك يا اخوانا ويكنس في المايوسايت، خاصة weakness في البروكسيمال تبعت اللور اكستريميتي والديستال تبعت الابر اكستريميتي. المهم هنا مكتوب، هنا مكتوب، ما هو لما يصير انت عندك انفلاميشن في العضلات وتجمع في المسفولدنج بروتين في العضله بيصير انت عندك يا اخواننا بروكسيمال اور ديستال لور اكستريميتي ويكنس. هو الأصل يقول الويكنس بيكون في اللور اكستريميتي في البروكسيمال، وبيكون يعني أعتقد أنا حطيت هنا صورة، ما علينا كتير، خلص بيصير ويكنس في اللور اكستريميتي، وكمان بيصير ويكنس في عضلات البلع فبيصير عنده ديسفيجيا. لما بدي اخذ بايوبسي في العضله حلاقي انكلود انفلاماتوري انفلتريشن، حلاقي انفلاميشن، حلاقي انفلاماتوري لانه مايوسايتس يعني انفلاميشن، هذا الانفلاميشن عمل لي فايبروسيس، هذا الفايبروسيس عمل لي فاكيول، النقطه المفصليه في هذا المرض الفاكيول، الفاكيول النقطه المفصليه الفاكيول. ايش هي الفاكيول؟ هي عبارة عن فاكيول جواتها مسفولدنج بروتين بس. طبعا يا اخواننا هذا ريزيستنت، طلع ريزيستنت للاميونو ثيرابي، للاميونو سبريسيف ثيرابي. الحل فيزيكال اثريتمنت، فيزيكال اثريتمنت. طيب تعالوا نيجي نقرا الكيس، شخص عمره 60 سنة أجالك على الفيزيشن عنده جراديوال مصل ويكنس، تمام، ما عنده سكين ليجن ولا راش. طب ليش؟ عشان ما يقول كاش، عشان ما يقول كشي، عنده ديرماتو مايوسايتس، ما يقول كشي عشان يعني كيف؟ عشان يبين انه هذا الشخص ما عندهش ديرماتو مايوسايتس، عشان كده قال لك في الشراش في السكن ولا مشاكل في السكن، عنده ويكنس في الديستال مصل، اعطينا له كورتيكوستيرويد بس على الفاضي not improve. طيب بما انه يا اخوانا انت عندك انفلاميشن في المصل، هذا الانفلاميشن بيعمل لي ديث في المصل،
الديث العضلة العضلات تحتوي على الكرياتينين كاينيز، فلما يصير إلها ديث الكرياتينين كاينيز راح يرتفع في البلد. راح تلاقي ما هو يا اخواننا في بقوله هذا الانفلاميشن سببه ممكن يكون فيروس. انا ما علي في هذا، ما بدي في هذا الكلام كله. انا اللي بدي اقوله انه الانفلاميشن ممكن يا اخواننا يكون انا عندي اوتو انتي بودي، هذا يكون اوتو نيوكليير انتي بودي او بس إيه لا حتى هنا كاتب نيجاتيف، معلش انا تلخبطت لانه في مرض تاني انا تلخبطت. الاوتو نيوكليير انتي بودي واليو واحد رايبو نيوكليير نيجاتيف، انا تلخبطت يا اخوانا. الكلمة المفتاحية مايكروسكوبيك اكزامينيشن بايوبسي، لقينا انفلاماتوري سيل بيزوفيليك ريمد فاكيول. بيزوفيليك ريمد فاكيول يعني بدي فاكيول، لازم طلعه هيا، هذه بسميها بيزوفيليك ريمد فاكيول. بيزوفيليك ريمد فاكيول هيا، بيزوفيليك ريمد فاكيول، بيزوفيليك ريمد فاكيول. طلع بس هذا الكلام بخالف الكلام اللي كاتبه الكتاب، لكن اطلعوا يا اخواننا المرض في الرجلين بيكون في الغالب في البروكزيمال في الرجلين، لكن ممكن يصيب الديستال ممكن، لكن في الايدين في الغالب في الديستال. ممكن يصيب البروكزيمال لا اعتقد. تمام. طبعا هذا الانفلاميشن ممكن يعني اخواننا باختصار شديد ما هو الانكلوجين بادي مايوسايتس، هو عباره عن انفلاميشن في العضلات. هذا الانفلاميشن راح يكون انت عندك انكلوجين بادي فاكيول، هذا الانفلاميشن بيعمل ويكنس في العضلات في الرجلين، هو ريزيستنت للكورتيكوستيرويد او للميونو سبريشن. راح تلاقي الكرياتينين كاينيز مرتفع في البلد، ما مش راح تلاقي مشاكل في السكن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في حاجة يا اخوانا بنسميها الفيجينار جرانيولوماتوسيس او البولي انجايتس جرانيولوماتوسيس. ايش هو الفيجينار إجلانيوماتوسيس؟ ايش هو يا اخواننا؟ خلينا هذا الرسم اول. في حاجة يا اخوانا بنسميها الفيجينار إجلانيوماتوسيس. الفيجينار إجلانيوماتوسيس هو ثلاث شغلات. بصيب الريسبيراتوري اتراكت سواء الابر او اللوور. بصيب البلاد فيزل الميديوم سايز والسمول، بس ما بصيب اللارج بلاد فيزل، وممكن يا اخواننا يصيب الرينال يعني الار للرينال والار للريسبيراتوري سواء الابر او اللور والضايل. والشق الثالث بصيب البلاد فيزل السمول والميديوم سايز اوف بلاد فيزل. طب ايش هو الفيجينار جرانيولوماتوسس؟ جرانيولوماتوسس يعني راح تلاقي نيكروتايزنج جرانيولوما، راح تلاقي جرانيولوما، راح تلاقي يا اخواننا اكيوت نيكروتايزنج جرانيولوما في الابر ريسبيراتوري اتراكت زي الاير النوز الساينسز الثروت او اللور ريسبيراتوري تراك زي اللانك او ممكن الاثنين الابر واللور. راح تلاقي نيكروتايزنج جرانيولوما او راح تلاقي فاسكولايتس
في السمول والميديوم سايز للبلط فيزل كابيلري فينيول ارتريول وارتريز. راح تلاقي رينال ديسيز، ممكن تلاقي فوكال نيكروتايزنج، فوكال سيجمنتال اجلوميريولونيفرايتس، لكن للاسف ممكن تلاقي كريسنتك اجلوميريولونيفرايتس للاسف. اهم شيء تقول لي راح تلاقي السي انكا. ايش يعني سي انكا؟ انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي. السي انكا انتي نيوتروفيل. طبعا يا اخوانا احنا في عندنا سي انكا وفي عندنا بي انكا، لكن في الفيجينار جرانيولوماتوسس سي انكا. راح تلاقي ايش؟ سي انكا انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي. يعني يا اخوانا بتكون انتي بودي ضد بروتينات موجوده في السيتوبلازم تبعت للنيوتروفيل، تبعت للنيوتروفيل السي انكا. اهم شيء يا اخواننا السي انكا، اهم شيء يا اخواننا السي انكا، عارفكم حتنسوها. هذا تقريبا نفس الكلام. يعني بما انه يا اخواننا بيصيب الرينال وبيعمل لي مشاكل في الرينال، اذا راح يعمل بروتين يوريا وراح يعمل هيماتو يوريا. شخص عمره 58 سنة عنده فتيك فيفر شورتنس اوف ذا بريثينج جوينت بين. شايفين الريسبيريشن؟ طيب عنده ماكسيلري ساينسز انفكشن نيزل ألسريشن ريد في الليفت تيمبانيك ميمبرين، لقينا بروتين وبلاد يوريا. افكتد اللنج وعنده جرانيولوما وفاسكولايتس. حيكون انا عندي اوتو انتي بودي ضد النيوتروفيل. تو لسه اخذنا يا اخواننا، طلع يا اخواننا ايش اللي خلاني اقول فيجينار جرانيولوماتوسس. احنا قلنا الفيجينار جرانيولوماتوسس ثلاث شغلات: ريسبيراتوري، رينال، فاسكولايتس. ريسبيراتوري رينال فاسكولايتس. الرينال هيو بروتين يوريا وبلاد يوريا. الريسبيراتوري هيو جرانيولوما في اللنج، هيو نيزل ألسريشن، ماكسيلري ساينوسايتس، ليفت تيمبانيك ميمبرين. الريسبيريشن 34. الفاسكولايتس هو قال لك جرانيولوما في الفاسكولايتس، جرانيولوميتس في الفاسكولايتس. اذا هذا فيجينار جرانيولوما. اتكون اوتو انتي بودي، احنا قلنا سي انكا انكا انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي، انتي نيوتروفيل سايتوبلازميك انتي بودي. طبعا هذه سايتوبلازميك سي انكا، بس هي كل منا نعرفه يا اخوانا. من هذا السؤال صدقوني، من هذا السؤال ما بدكم تطلعوا الا لفلوكونازول ريزولف السيمتوم. لفلوكونازول امبيرت انهيبيشن ووتش اوف ذا فولوينج فانجاي تارجتنج. يعني ايش شغل الفلوكونازول؟ بس خلينا نقرا السؤال مش مشكله. شخص عمره 33 سنه انصاب بالاتش اي في، صار عنده هيديك انتوليرانس لللايت سيفير نيك ستافنس. في نهاية المطاف أخذنا لمبر بانكشر، أخذنا من السيريبرو سباينال فلويد لمبر بانكشر، لقينا عنده كريبتو كوكاي. ما هو الـ HIV بضعف جهاز المناعة، الـ HIV بضعف جهاز المناعة بشكل كبير جدا، بضعف جهاز المناعة لدرجة إنه الفنجاي البسيطة اللي الجسم بطردها بشلوت صار الجسم صارت الفنجاي تقدر تعمل انفكشن في الجسم. اعيد،
الأصل صعب جدا 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 الجسم ينصاب الفانجارد خاصة سيستميك. لكن خاصة تيجي تقول لي الكريبتو كوكس نيو فورمانس، لكن عشان الـ HIV ضعف جهاز المناعة بشكل كبير جدا، فقدرت الكريبتو كوكس نيو فورمانس تعمل الانفكشن. هذه الكريبتو كوكس أخذنا الأنتي فانجال دراج، هذا الفلوكونازول. الفلوكونازول قدر يحل السيمتوم. الفلوكونازول most likely impaired، يعني بيعمل خلل في أي من جزء أو بيعمل inhibition للفنجل تارجت اللي هو صناعة الأرغوستيرول سينثيسيس تبع السل تبعت ال هذا الفنجاي. طلعوا يا أخوانا، في أنا عندي لانو استيرول. اللانو استيرول بالسيتوكروم بي 450 بتحول إلى إرغوستيرول. الإرغوستيرول بستخدمه في السل ميمبرين تبع الفانجاي. الفلوكونازول بيعمل إنهيبشن للسيتوكروم بي 450، فمش راح يتحول، فمش راح يتكون الإرغوستيرول برضو. طبعا هدول يا إخوانا سلايدات الدكتورة شيرين. الأزول، الأزول بتعمل إنهيبشن. الأزول زي الفلوكونازول، ما هو الفلوكونازول من الأزول، من الترايازول، من الترايازول. الفلوكونازول بتعمل إنهيبشن للفنجل سيتوكروم بي 450 اللي كان يعمل ديميثيليشن لللانوستيرول. يعني السيتوكروم بي 450 كان يعمل ديميثيليشن لللانوستيرول ويحوله الى ارغوستيرول. فانت لما بدك تعمل له انهيبيشن بالازول، اذا الارغوستيرول مش راح يتكون، اذا راح يكون خلل في الفانجال سيل ميمبرين، يعني السيل ميمبرين تبع الفانجاي مش راح يتكون. وهي اخواننا الفلوكونازول من الترايازول بقدر استخدمه فيه الكريبتو كوكس نيوموفورمس. فالتارجت تبعت هذا بيعمل انهيبيشن لصناعه الارغوستيرول سينثيسيس. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. طبعا يا اخواننا لازم الواحد يشرب ليمون. طبعا يا اخواننا انا مرات بعلي صوتي عشان بدي اياكم تنتبهوا لانه انتو تنامون. طيب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في اخواننا جين او في بروتين اسمه البي الباكس باك. هذا الباكس بروتين وهذا يعني ها اكتبهم افضل. باكس وباك، هدول يا اخواننا لما يرتبطوا مع بعض بيروحوا على الميتوكوندريا الميمبرين وبيخلوا الميتوكوندريا الميمبرين تطلع، بيخلوا الميتوكوندريا الميمبرين تطلع السيتوكروم سي اللي مسؤول عن الابوبتوسيس، يعني اللي مسؤول عن الديث تبع الخلايا. الابوبتوسيس يعني الديث تبع الخلايا. في انا عندي يا اخواننا البي سي ال 2. البي سي ال 2 عباره عن بروتين. طبعا البي سي ال 2 اصلا هو عباره عن جين. هذا الجين بيصنع بروتين اسمه بي سي ال 2 بروتين. يعني البي سي ال 2 عباره عن جين موجود في الدي ان اي بتحول الى بي سي ال 2 بروتين عن طريق الترانسكريبشن الى ام ار ان اي ثم الترانسليشن بالريبوزوم. تمام. طيب هذا البي سي ال 2 بيروح يمنع انه البي اي اكس ترتبط مع البي اي كي. لما بيمنع انه هذول الاثنين يرتبطوا مع بعض إذا منع الأبوبتوسيس. فلما منع الأبوبتوسيس الخلية ما بتموت. فلما يكون البي سي ال 2
موجود بشكل كبير جدا جدا جدا. إذا الخلية مش راح تموت، إذا الخلية مش راح تموت إذا هذا كانسر، إذا هذا يا إخواننا كانسر، إذا هذا إيش كانسر. الآن كيف بتصير العملية؟ في أنا عندي إميونو إجلوبيولين، إميونو إجلوبيولين هيومن جين. هذا يا إخواننا الجين very active very active، دائما بيعمل بروليفيريشن. لو انتو هيو يا اخوانا خلينا هيجي في الاخر بنشوف الرسمات. المهم الميونو جلوبيولين هيومن جين دائما اكتف، موجود على كروموسوم 14 تمام، لكن البي سي ال 2 جين موجود على كروموسوم 18 لطفره معينه ميوتيشن عمل ترانسلوكيشن، فصار ال ال فانتقل الاميونو انتقل البي سي ال 2 على الاميونو جلوبيولين هيومن جين، اي صار البي سي ال 2 جنب الاميونو جلوبيولين هيومن جين. إذا كان البي سي ال 2 دائما بيعمل بروليفيريشن، دائما بيعمل جين اكسبريشن، اسف، دائما بيعمل جين اكسبريشن، يعني دائما بيصير له ترانسكريبشن 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 ترانسكريبشن، يعني الاميونو جلوبيولين هيومن جين دائما بيصير له ترانسكريبشن، فلما يجي جنبه البي سي ال 2 فبيصير الاميونو جلوبيولين هيومن جين يخلي البي سي ال 2 دائما يعمل ترانسكريبشن ترانسكريبشن. يا اخوان اشبه لكم اياها، اذا كان محمد دائما بيقرا دائما بيقرا، فلما يجي احمد يسكن مع محمد يلزق مع محمد، حتلاقي أحمد برضو حيصير دائما يقرأ دائما يقرأ دائما يقرأ. فبما أنه الإميونو جلوبيولين هيومن جين دائما بيصير له جين ترانسكريبشن ترانسكريبشن ترانسكريبشن، فلما يجي البي سي ال 2 يلزق جنبه فإنه البي سي ال 2 دائما راح يصير له ترانسكريبشن ترانسكريبشن ترانسكريبشن، فراح يصير أوفر إكسبريشن للبي سي ال 2 فراح يعمل لي نون هودجكن ليمفوما. لانه لما يصير اوفر اكسبريشن للبي سي ال 2 راح يضل يعمل انه البي اي اكس ما تتحدش مع البي اي كي، وبالتالي ما يصيرش ريليز للسيتوكروم سي اللي موجود في الميتوكوندريا، وبالتالي ما يصير ابوبتوسيس، ما يصير موث للخلايا، وبالتالي يصير كانسر نون هودجكن ليمفوما من نوع فوليكولار بي ليمفوس سايت ليمفوما. هيا اخواننا على كروموسوم 18 هنا الميك جين، طيب خلوا على كروموسوم 18 البي سي ال 2 وعلى كروموسوم 14 الاميونو جلوبيولين جين. هنا يا اخواننا صار كلا الجينين مع بعض، انه الاميونو جلوبيولين جين تحتي البي سي ال 2 تمام. انا تو انتبهت الرسمه مش الرسمه اللي انا بدي اياها، بس يعني اتضحت يعني اترس. هذا واضح الكلام اللي احنا قلناه، انه هدول الاثنين لما يتحدوا مع بعض بروحوا على الميتوكوندريا بيعملوا ريليز للسيتوكروم سي، السيتوكروم سي بحفز في نهاية المطاف الأبوبتوسيس، لأنه السيتوكروم سي رح يحفز الكاسكيد 3 و6 و7 رح يحفز الأبوبتوسيس. طيب فإيش بيصير؟ البي سي ال 2 بيروح بيعمل انهيبيشن لهدول الاثنين، يعني باختصار كيف صار أنا عندي أونكوجين لما صار أنا عندي ترانسلوكيشن بين الاميونو جلوبيولين وبين البي سي ال 2 لما صار اوفر اكسبريشن لهذا اوفر اكسبريشن للبي سي ال 2. هذا السؤال ان شاء الله سهل جدا يعني. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.
drug rapid distribution. الهاف لايف يا اخوانا 8 ساعات. لما الهاف لايف ايش؟ 8 ساعات. يعني الدراج rapidly distribution in the total body water. elimination الهاف لايف 8 ساعات. البيشنت وزنه 80 كيلو. intravenous start maintain a drug concentration 20 milligram per deciliter. باختصار شديد انا من هذا كله قديش بدي وقت عشان يصير بالانترافينوس الكونسنتريشن في البلازما 18 ملغرام بير ديسيليتر. 18 ملغرام يعني انا وصلت 90% من الستيدي ستيت. انا وصلت 90% من الستيدي ستيت. يا اخواننا احنا اخذنا لما انت يعني هو 28 ساعه بس كيف اشرحها؟ يعني هلقيت الهاف لايف 8 ساعات. فلو انا اعطيت المريض جرعه على الساعه 8 الصبح او لو انا اعطيت المريض جرعه وكمان وبعد 8 ساعات بعد 8 ساعات اعطيت له كمان جرعه فانا مر علي واحد هاف لايف مر علي واحد. يعني انا اعطيت المريض جرعه وبعد 8 ساعات اعطيت له كمان جرعه يعني مرت عليك واحدة هاف لايف. بعد 8 ساعات اعطيت له كمان جرعه يعني مرت كمان مره هاف لايف. صارت اكم من مره؟ مرتين هاف لايف. تمام. طيب وكمان مرة أعطيت له جرعة صارت أنت مرت عليك 3 هاف لايف. إحنا قلنا يا إخواننا لما يمر عليك 3 هاف لايف إذا رح يكون الستاد ستيت 90 دقيقة. لما يمر عليك 5 هاف لايف رح يكون الستاد ستيت 95%. لما يمر عليك 7 هاف لايف الستاد ستيت 100%. 100%. يعني انت عشان تصل لستاد ستيت 90% لازم يمر عليك 3 هاف لايف. طبعا هو 3.2 احنا خلوها 3 هاف لايف. اذا الهاف لايف 8 ساعات فعشان يصل 90% للستاد ستيت بدك 8 ضرب 3. طيب لو الهاف لايف 18 ساعة عشان الستاد ستيت يصل 90% 18 ضرب 3. لو الهاف لايف 5 أيام الهاف لايف والستاد ستيت بدي إياه يكون 95% الستيد ستيت 95% فإنه الخمس أيام بدي أضربها ضرب 4 أو ضرب 5 حسب. يعني سواء أقول الضرب 4 صح وسواء قول الضرب 5 صح. يعني حيكون إما 20 يوم أو 25 يوم عشان تصل ل 95% من الستيد ستيت. إيش دليلي على هذا الكلام؟ السلايد اللي أخذناه مع الدكتور هاني إنه في أول هاف لايف أنت بتحصل 50% على الستيد ستيت. لكن 3.3 يعني بعد 3 هاف لايف. لما نقول 3.3 يعني كأنه بقول لك بعد 3 هاف لايف انت بتحصل على 90% من الستيد ستيت بعد 3 من الهاف لايف. بعد 4 ل 5 من الهاف لايف بتحصل على 95%. بعد 7 من الهاف لايف بتحصل على 100%. طيب هنا يا اخواننا بده يحصل على قديش؟ 90% من الهاف لايف. عشان يحصل على 90% من الستاد ستيت عشان يحصل على 90% من الستاد ستيت الثمانية هذه بده يضربها ضرب 3. الأصل ضرب 3.3 ضرب 8 بده يساوي الرقم هذا. لكن هنا يا إخواننا يعني عشان الحسابات بقوله اضرب 3 ضرب 8 بتحصل على
28 اللي هو 90% تبعت الستادي هاف الستادي ستيت 28 ساعة. يعني بدك 28 ساعة عشان تحصل على 90% من الستيدي ستيت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.